كان لسعيد بن المسيب ابنه، ابنته كانت من أجمل الناس رحمها الله، وكانت في الوقت ذاته من أفقه عباد الله عز وجل وأعلمهم بحديث سعيد ابن المسيب. هذه البنت طلبها الخليفة عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك، طلبها الخليفة لما سمع من شهرتها وديانتها وجمالها وصلاحها، يكفيها أن أبوها هو سيد التابعين بلا منازع، فطلبها هذا الخليفة لابنه. وجاءه الرسول، رسول الخليفة إلى سعيد بن المسيب يطرق عليه الباب، فخرج عليه سعيد فقال نعم، عرف أنه رسول الخليفة. قال يا سعيد أبشر بخير يوم ولدتك أمك، لقد جاءتك الدنيا بحذافيرها، ها هو الخليفة يطلب ابنتك زوجة لابنه. فرفض سعيد رحمه الله، فقال له هذا الرسول يا أبا محمد جاءتك الدنيا بحذافيرها؟ فقال له هذا الإمام الفقيه، قال يا هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء، فماذا عسى هذا الخليفة أن يعطيني من هذا الجناح؟ يعني الدنيا بذهبها وكنوزها وقصورها وأنهارها وملذاتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. طيب إذا هذا الخليفة لن يملك الدنيا كلها، لن يملك جناح البعوضة، فماذا عساه أن يعطيني من هذا الجناح؟ هكذا كان ينظر إلى هذه الدنيا وحقارتها، لذلك هانت عليهم هذه الدنيا رحمة الله عليهم، كما قال الأول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفونا. المهم رد هذا الرسول وقال يلا ليس عندنا بنات للزواج. بعد أيام، وكانت طبعا حلقة سعيد بن المسيب يحضرها العشرات إن لم نقل المئات من طلبة العلم والحديث، وكان من أخص طلبته رجل يدعى بابن أبي وداعة، شاب فقير قليل ذات اليد، ولكنه كان من الصالحين المخلصين نحسبه ولا نزكيه على الله، فتفقده سعيد في حلقة العلم فلم يجده، سأل عنه فقالوا هو في بيته، ذهب إليه سعيد بن المسيب وقال أين أنت يا ابن أبي وداعة؟ قد افتقدناك في حلقتنا. فقال ابن أبي وداعة، قال يا أبا محمد قد توفيت زوجتي وشغلت في تجهيزها وجنازتها ودفنها إلى آخره. فقال وهل تزوجت؟ قال رحمك الله يا أبا محمد، ومن الذي يقبل أن يزوج فقيرا مثلي؟ قال أنا أزوجك. يقول ذلك سعيد بن المسيب، قال أنا أزوجك ابنتي. قال هذا ابن أبي وداع وكأنه لم يصدق، قال وتفعل؟ قال أجل وأفعل. ثم ما كان منه رحمه الله إلا أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد قران ابنته على هذا الطالب الفقير مباشرة دون أدنى تكلف. ثم انصرف سعيد بن المسيب. طبعا هذا الرجل جالس كأنه في حلم، يصدق أي يصدق هكذا في لحظات، فجلس وهو يعني في غمرة الفرح والنشوة. بعد أذان العشاء إذ به يسمع طارقا يطرق بابه، هذا ابن أبي وداعة. قال قلت من؟ قال سعيد. قال ابن أبي وداعة فذكرت كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه من أخص طلبتي، يعرف أن سعيد بن المسيب لا يسمع الأذان وهو خارج المسجد،
وربما هذه الصلاة الوحيدة المستثناة طيلة 30 سنة. قال: فخطر في بالي وفي ذهني في ذهني كل سعيد في المدينة إلا سعيد المسيب. ففتحت الباب وإذا به سعيد المسيب. قلت: ما الذي جاء بك يرحمك الله؟ قال: ذكرت أنك قد تأهلت أي تزوجت، فكرهت أن تبيت هذه الليلة عزبا. وإذا بابنته الصالحة خلف ظهره. قال: ثم دفعها إلي وقال: خذ بارك الله لكما. لا شك أن هذا موقف عظيم ودرس لمعاشر الآباء والأمهات الذين أرهقوا الشباب في طلبات الزواج حتى جعلوهم يعزفون عن الزواج مبكراً أو عن الزواج من بلاد البلد، عندما يأتي بلستة وقائمة طويلة: أبي بيت بروحها، أبيها تشتغل، تكمل دراستها، راتبها الكثر، مصرفها الكثر. يعزف كثير من الشباب. بل انظر إلى هذا الإمام الكبير الذي رفض قبل أيام قليلة أن يزوج ابنته لابن الخليفة ثم يزفها بنفسه إلى أحد تلامذته الفقراء. يقول ابن أبي وداعة، يقول: عندما دفع سعيد ابنته أي زوجتي إلي وأغلق الباب علينا، ما كان من هذه البنت الحيية الصالحة أن سقطت على الأرض، يعني من هول المفاجأة. لحظات تختلي بزوج وبرجل معها. يقول: فأسقط في يدي، ماذا أفعل وقد هيأت طعاما لي، لأنه كان صائما، لأن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين. قال: فقمت ورفعت طعامي المتواضع وتركتها، ثم رقيت على جدار بيتي وحصبت جيراني بالحصى ليأتوا مسرعين ليتصرفوا في هذا الموقف. وكانت أمه عجوزا كبيرة، فأتى الجيران مسرعين إلى أمه وأخبروها بأنه قد زفت إليه عروسه، فأقسمت عليه أمه ألا يقربها ثلاثا حتى تهيئها له. وبالفعل اعتزلها 3 أيام حتى هيئت وطيبت وأصبحت عروسا، ثم زفت إليه. بعد 3 أيام مكث معها شهرا كاملا ولم يذهب لحلقة سعيد بن المسيب ابن أبي وداعة. وجدها امرأة صالحة صوامة قوامة من أجمل النساء. ثم عندما أتى وأراد أن يخرج بعد مضي شهر كامل مع زوجته، طبعا شهر كامل يصلي الجماعة، مو ما يصلي الجماعة لكن ما يذهب إلى حلقة سعيد بن المسيب، بعد أن أراد أن يخرج فقالت له زوجه: إلى أين؟ فقال: إلى حلقة سعيد. فقالت: اجلس أعلمك علم سعيد. ثم خرج بعد أيام إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، وجلس في حلقة سعيد بن المسيب بعد انقطاع دام شهرا كاملا. يقول ابن أبي وداعة: فأتيت حلقة سعيد فسلمت عليه، فرد علي السلام، قال ولم يكلمني لأن في المجلس طلب كثر فلم يكلمني، جلس الأمر كأنه طبيعي وكمل الدرس. قال: ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، انتهى المجلس الحديث والعلم، انصرف الطلبة، لم يبقى أحد إلا ابن أبي وداعة وعمه سعيد ابن المسيب. فلما لم يبقى غيري قال سعيد: ما حال ذلك الإنسان؟ يقصد بالإنسان ابنته. ما حال ذلك الإنسان؟ قال ابن أبي وداعة: قلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فقال سعيد رحمه الله: قال إن رابك شيء فالعصا، يعني يقول إذا رأيت شيئا تنكره أو شيئا تحزنه فكن حازما.
قال: إن رابك شيء فالعصا. قال: فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. يعني هو يعلم أن زوج ابنته شخص فقير مسكين قليل الحاجة قليل ذات اليد، فأيضا بعث إليه 20 درهم، وكان هو يعني ممن وسع الله عليهم.